بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حديثنا اليوم أيها الأحباء عن أسد من نوع جديد. هذا الأسد هو يوحنا المعمدان الذي كان يعمد في البرية. إنه شاب فريد، له صوت كزئير الأسد، وله مهابة كبيرة أمام كل من تعامل له، وفي الوقت نفسه له قلب الحملان الوديعة الرقيقة والمطيعة وشخصيتها البسيطة المحببة لدى الكل. نستطيع أن نقول عن يوحنا المعمدان أنه النبي الأفضل، فكثيرون من الناس يشهدون لأناس آخرين، وربما تكون شهادات كثيرة فيها نوع من التملق أو فيها نوع من المجاملة. أما هذه الشهادة التي خصت يوحنا المعمدان فهي شهادة موثقة، شهادة إلهية ربانية، إذ أن الذي شهد عن يوحنا المعمدان هو رب المجد يسوع الذي قال: لم يقم بين المولودين في النساء أعظم من يوحنا المعمدان. لذلك ندعوه ونقول عنه أنه النبي الأفضل، ونسمع صوته حينما يقول كزئير الأسد: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. يوحنا المعمدان أفضل من كل الأنبياء، ولم يكن مثله في مواليد النساء إنسان آخر. إنه لقب بالمعمدان بحكم عمله ووظيفته أيضا. قال: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ويأتي بعد من هو أقوى مني الذي يعمدكم بالروح القدس والنار. وكان ليوحنا المعمدان الشرف العظيم والأعظم أنه عمد السيد المسيح له المجد والكرامة. وقف الخالق أمام المخلوق في منظر مهيب، وانحنى الخالق أمام المخلوق وقال ليوحنا: اسمح الآن، لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. وامتدت يد المخلوق الصغير يوحنا المعمدان ووضعت على رأس المسيح وقام بعملية العماد. ولكنه في الوقت نفسه كان يقول: الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي يأتي بعدي هو أقوى مني. ونقول عن يوحنا المعمدان هذه الشخصية العظيمة التي حينما نذكرها الفم يتقدس واللسان يتعطر. نقول عن يوحنا المعمدان أنه الصابغ. لماذا؟ نسبة إلى الطريقة التي كان يمارسها في التعميد، وهي بالتغطيس، إذ نقرأ: وللوقت صعد يسوع من الماء، أي كان مغمورا في الماء. وكلمة معمودية في الأصل اليوناني يا أحبائي معناها صبغة، فمعموديتنا نسميها صبغة لأنها صبغة مقدسة، والذي قام بعملية العماد نسميه يوحنا الصابغ. وهذا سر تمسك كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بطريقة العماد، ألا وهي بالتغطيس. ونقول عن يوحنا المعمدان أيضا أنه السابق، نظرا لأسبقية ميلاده لتجسد الرب يسوع المسيح. عشان كده نلاقي يوحنا يقول عن السيد المسيح: هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي. نقول عنه يوحنا السابق. ونقول عن يوحنا المعمدان الذي هو أعظم الأنبياء وأعظم الشهداء أنه ملاك،
استنبأ عنه ملاك النبي داعيا إياه بهذا اللقب فقال: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. أرسل ملاكي فلقب أيضا بالملاك. ونقول عن يوحنا المعمدان أيها الأحباء إنه الصوت الصارخ في البرية، صوت صارخ في البرية. تنبأ عنه أشعياء النبي قائلا: صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. حينما نقف أمام شخصية يوحنا المعمدان المحيرة الجميلة الرائعة البديعة، نجد أن يوحنا المعمدان كان نبيا سائرا ولكنه من نوع جديد، سائرا ولكنه من نوع جديد، سائرا في مظهره وفي ملبسه وفي مسكنه وفي مأكله، كان سائرا من نوع جديد، وكان أيضا نبيا مصلحا فريدا، نبيا مصلحا فريدا. استطاع أن يصلح الفرد فقال: كل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. هذا الحديث كان على مستوى الفرد. واستطاع أن يصلح الأسرة فقال: يرد قلوب الآباء إلى الأبناء. وأصلح المجتمع حينما نادى وقال: أعدوا طريق الرب بصفة جماعية. كان سائرا من نوع فريد. حقا نستطيع حينما نتأمل في يوحنا المعمدان أن نقول عنه بإيجاز شديد أنه صوت صائب وجسد ناسك وواعظ صامت. صوت صائب، كان كل من يسمع هذا الصوت يقشعر، وكان يعمل لصوت يوحنا ألف حساب. وجسد ناسك، لم يهتم بجسده في البرية الشاسعة بل ظل كارزا في كل الظروف. وواعظ صادق، كان يتكلم كل كلمة مقولة كانت موزونة وتؤثر في جميع القلوب. كان يوحنا المعمدان رسولا وله رسالة. تحدثنا عن هذا الرسول بإيجاز قليل، وهو يستحق أكثر من هذا. وفي رسالته أيضا نرى اتضاعا شديدا. حينما وقف أمام الله الخالق وقال له: اسمح الآن أن أعتمد منك، نظر إلى ذاته وقال: أنا لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائك. لما فحص الله قلبه وهو يعرفه جيدا قال له: من أجل هذا الاتضاع الفريد، من أجل هذا الاتضاع المجيد، ارفع ايدك يا يوحنا الى فوق. قال له: اعمل بها يا رب. قال له: ارفع ايدك كمان كده يا رب. قال له: كمان كده يا رب. قال له: ارفع ايدك كمان ووضعها فوق رأسي من فوق. ونال هذا الشرف العظيم والاعظم ان يضع يده على رأس السيد المسيح. انه منظر رائع وجميل، لانه كان صوت صائب وجسد ماسك وواعظ صادق. يكفي المنظر الآخر حينما تحاور تلاميذه مع اليهود، عادوا إلى يوحنا المعمدان وقالوا له: هو ذا الذي كنت تتحدث عنه، الذي كان يعمد. كل الجموع صارت وراءه. احنا شايفين ان سبوك وتخلوا عنك، وصارت كل الجموع وراء السيد المسيح. فأجاب بحكمة متقنة وبعلم غزير وقال: ينبغي أن هذا يزيد وأنا إيه؟ وأنا أنقص. يا له من اتضاع عجيب، يا لها من كلمة حلوة مقدسة. السيد المسيح يتحدث عن يوحنا المعمدان بأرقى الملافظ وأحسن الكلمات. لم يقم بين المولودين في النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان يتحدث عن المسيح بكرامة شديدة. ينبغي أن هذا يزيد وأنا إيه؟ وأنا أنقص.
أنا لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذاء. أما الرسالة أيتها الأحباء فهي رسالة الحق والشجاعة, رسالة الحق والشجاعة. قال الحق ولم يخشى للوم لائمة على الإطلاق. وقف أمام هيرودس وقال له لا يحل لك أن تأخذ هيروديا زوجة أخيك امرأة لك, ودفع رأسه ثمنا للحق والشجاعة. فكان الرسول يوحنا له رسالة هي رسالة الحق والشجاعة. وكانت له رسالة أخرى هي رسالة الزهد والقناعة, الزهد والقناعة. له تلاميذ كثيرون جدا بلا عدد, وله كلمة مقولة, وله صوت صائب, ولكنه كان يعيش في دائرة الإخلاء في رسالة الزهد والقناعة. كيف كان يسكن؟ وكيف كان يلبس؟ أو ماذا كان يلبس؟ وماذا كان يأكل؟ كان يسكن في الجبال والبراري والمغاير وشقوق الأرض كتائها في البرية الكبيرة. لم يبحث عن بيت ولا أفضل من بيت, إنما اكتفى بشقوق الجبال. كان يسكن في البراري, وكان يلبس الجلد ووبر الإبل ويكتفي بهما عملا بقول الكتاب إذا كان لنا الكسوة والقوت فلنكتفي بهما, خبزنا كفافنا أعطينا الإيه؟ أعطينا اليوم. وعلم الناس درسا جميلا, أن العظمة ليست في سعر اللباس, إنما العظمة في حب الناس. كانت كل الناس بتحب يوحنا المعمدان, محدش قال ده لابس ممزق, ده لابس قديم, محدش قال ده ما بياكلش إلا جرادا وعسلا بريا, محدش قال ده ساكن في الكهوف وشقوق الأرض. لا, علم الناس في رسالته رسالة الزهد والقناعة, أن العظمة ليست في سعر اللباس إنما في حب الناس, ولا في جمع الفلوس بل في خلاص النفوس, لأن رسالته كانت تنادي أن الجميع يتوبوا ويرجعوا إلى حضن الله. كانت له رسالة أخرى هي رسالة التواضع والوداعة. حينما كان يعلم قال سيأتي بعدي من هو أقوى مني, وكأنه يقول أنا المصدر وغير الموجود, أنا التراب وإلى التراب لابد أن أعود, ذاكرا حقيقة نفسه. فقال في تعليمه يأتي بعدي من هو أقوى مني, وكما قلت قال مرة أخرى ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. كانت رسالته رسالة التواضع والوداع. وكانت له رسالة هامة جدا هي رسالة اليوم والساعة, رسالة اليوم والساعة. ما هي هذه الرسالة يا ترى؟ توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. رسالة اليوم والساعة لنا جميعا, توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. اليوم يوم خلاص, والوقت وقت مقبول, فإن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم جميعا. رسالة اليوم والساعة, إنها ساعة لنستيقظ جميعا, ساعة لنتأمل في شخصية يوحنا المعمدان العجيبة, الذي وهو في بطن أمه امتلأ من الروح القدس, وفي بطن أمه أيضا قام وسجد للجنين يسوع المسيح في بطن مريم العذراء. يا لها من كرامة وأمجاد عظيمة لم يحظى بها إنسان من قبل ولا من بعد. كانت رسالة يوحنا المعمدان رسالة الزهد والقناعة,
ورسالة التواضع والوداع ورسالة اليوم والساعة. أرجو أن نصغي جيدا إلى رسالة اليوم والساعة. توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، والله يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بركة يوحنا المعمدان وبركة هذه الكنيسة الطاهرة وبركة أبائها الكرام وبركة قديس هذا اليوم والحمل المرفوع تكون معكم لإلهنا كل مجد وكرامة. أمين.